من جديد اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اذا الحديث الان يتحول بدفته كاملا الى الجوله السابعه من دوري زين السعودي للمحترفين، الذي فيه يجب ان يكون الحديث يبدا عند فريق الفتح النموذجي الذي لا زال يتصدر ترتيب فرق دوري زين السعودي للمحترفين. وبلا شك بان مواجهه الهلال والشباب كانت مواجهه جماعه الانظار، ظهر فيها الهلال كما كان سابقا بعد أن كسب الشباب بثلاثة أهداف. الأسئلة تحوم حيال الشباب، الأسئلة تتجه حيال بعض الفرق، غياب الوحدة، تواجد الأهلي كذلك بعد العودة من الآسيوية والاتحاد بالكسب الرائد، أيضا كسب هجر. قراءة فنية متكاملة للجولة السابعة في هذا التقرير. مع أفراح الوطن باليوم الوطني، وصل فريق الفتح أفراحه باعتلائه صدارة دوري زين السعودي للمحترفين للجولة السابعة بعد فوزه العريض بأربعة أهداف لهدفين على نجران، ليتربع الفتح وحيدا وبعيدا في الصدارة برصيد 19 نقطة، بينما كسر فريق الهلال عناد الشباب وألحق به هزيمة ثقيلة قوامها ثلاثة أهداف دون رد، ليحل في المرتبة الثانية برصيد 14 نقطة، وليتراجع شباب للمركز الرابع حاسدا 11 نقطة. فكك الاتحاد تكتل الوحدة بهدف وحيد ليخطف المركز الثالث في سلم الترتيب بأربعة عشر نقطة وبفارق الأهداف عن الهلال، فيما زال الوحدة قابعا في مركزه الأخير بنقطة واحدة. كما صعد الأهلي إلى المركز الخامس بعد أن أكرم شباك مستضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف دون مقابل، وليستمر الفيصلي في المركز قبل الأخير بنقطتين، واستمر الرائد في تقديم مستوياته المميزة ليصل للمركز السابع بعد أن تغلب على مضيفه هجر بهدفين لهدف. ويبدو أن الوافد الجديد لدوري زين فريق الشعلة سيصبح طرفا ثابتا في الدوري بعد أن حصد نقطته التاسعة بفوز ثمين على التعاون بهدف وحيد. إذن فريق الفتح صدر ترتيب دوري زين السعودي محترفين حتى نهاية الجولة السابعة. أبو حنين، الفتح أصبح مثل يضرب فيه، أصبح فريق يعني يطبق الوصف اللي يتغنى فيه محبي الفتح بلقب النموذجي، نموذجي بكل شيء، بالعمل، بالتخطيط، بالنتائج. انا اعتقد انه العقليه الاحترافيه والعقليه الاداريه الموجوده في نادي الفتح من خلال السنوات الماضيه اللي اكتسبت فيها الخبرات الجيده، الرزانه والهدوء في القرار الفتحاوي مع الاستقرار اللي موجود في الفريق، انا اعتقد انه واحد من اهم العوامل الاساسيه. ما في تعجل في القرار، ما في تعجل في التغييرات، بالعكس في ثبات، والثبات هذا هو النتيجه. استقرار على جهاز فني لمده 5 سنوات، استقرار على اللاعبين الان 3 سنوات بعض اللاعبين، حتى اللاعبين الاجانب اللي كانوا موجودين الموسم الماضي استمر الموسم هذا بسنه اولى صداره من بدايه الدوري لنادي الفتح، مع العلم انه هو عنده سنه اولى مشاركه خارجيه، وهذا معناه انه عرف يوفق وعرف يمشي في بطولتين مهمتين في نفس الوقت. التصريحات العقلانيه لكل مسؤولين نادي الفتح سواء الاجهزه الاداريه او حتى الجهاز الفني، برغم ان هم متصدرين قالوا انه هدفنا مش البطوله، هدفنا انه احنا ناخذ مركز متقدم عقلاني يبعد الضغط عن الجميع، عنهم هم نفسهم قبل كل حاجه، عن اللاعبين وهو هذا اهم شيء. أنا أعتقد قدموا درس مجاني لكل من يبحث عن نجاح. الاستقرار أهم حاجة، عدم التعجل في القرارات، الحفاظ على مكتسبات الفريق التي تكتسبها في خلال سنوات. احنا شفنا في بعض الأندية بدأت نفس بداية الفتح، على سبيل المثال الفيصلي كان عندهم مدرب جيد وممتاز وعارف يتعامل مع اللاعبين، تأخروا في المحافظة على المدرب، خسروا تقريبا كل حاجة، واحنا شايفينهم الآن في قاع لترتيب دوري زين لأنه ما حافظوا على المكتسبات اللي كانت موجودة عندهم. هنا المعادلة الصحيحة، وهنا تجي النتائج والمعطيات بكل تأكيد. الهلال الشباب فيصل، الهلال ظهر بذات البريق يعني اللي اعتادت عليه جماهير الهلال، الكل يعني اقتنع الآن أنه هذا الهلال كما ظهر، بذات الوقت
الشباب اختفى، الشباب مو ما عاد الشباب ولا عاد برودوم العمل اللي كان يقوم فيه. بلا شك انه هناك شيء ما في الشباب، يعني مو هذا الشباب اللي عرفه الجميع والجميع وصفه بانه البطل بالعمل الفني والاداري. بكل تاكيد هو الهلال ارتفع مستوى الاداء الفني في المقابل انخفاض في الشباب، هي لعبه مدربين في النهايه. يعني اعتقد المدرب الهلالي نجح في استعاده فريقه من جديد، من خصوصا ان الرجل قال لك كان واضح، يعني قال ما اعتمد على اسماء، اعتمد على من يعطيني داخل الملعب، وفعلا نجح في هذه الجزئيه. في المقابل برودوم تغير خطه الفريق الشبابي 180 درجه عن الموسم الماضي. نشاهد اليوم برودوم يفتح الملعب، نشاهد برودوم يغير تكتيك الفريق بالكامل. في الموسم الماضي كان يعتمد على ناصر شمراني في خط المقدمه، كان يغلق المناطق الخلفيه، كان يلعب وهو مرتاح بنفس التكتيك طول الموسم. في النهايه كان الشباب هو المركز، يعني قدر الين الجوله الاخيره وهو على ينافس على الصداره. اليوم نختلف، اليوم نشاهد الهلال يتفوق كثير من خلال كومباري. كومباري مدرب الهلال اليوم قدر يفعل جميع اللاعبين، 11 لاعب في الملعب يفعل بالطريقه الصحيحه. تكلم عن خط دفاع، تكلم عن وسط، تكلم عن مهاجمين. يقول لك والله انا ما اعتمد على الاسماء، مثلا احمد الفريدي الان ما يخدمني، مش مجبور اني العبه كلاعب. طيب هو قدر الان يوظف لاعبين، قدر يستعيد لاعبين كانوا غايبين عن تمثيل الفريق، قدر يتعامل بمنطقيه مع الفريق الهلالي ونجح. في المقابل الفريق الشبابي يعني كان في لخبطه كبيره من قبل برودوم. اعتقد اداره الشباب اذا الان ما تلاحظ الوضع الحاصل بالفريق او تحاسب الجهاز الفني على تراجع في مستوى الاداء الشبابي، قد تفلت السبحه الشبابيه. يعني امامنا جولات كثير، الشباب اذا ما قدر يسيطر على الثلاث او اربع جولات القادمه سيفقد فرصه المنافسه على صداره الدوري، خصوصا ان اكثر من نادي الان يبحث عن الصداره. اليوم نتكلم عن متصدر جديد، نتكلم عن الفتح، تتكلم عن الهلال، على الاتحاد، على الاهلي، كل الانديه اليوم ترغب في الصداره. فيصل، الرائد نجران هجر الشعله قاعد يقدمون مستويات افضل من الوحده والفيصلي والتعاون. بكل تاكيد الفكر الاداري، الفكر الاداري هو اللي يقودهم. انا اشيد على وجه الخصوص فريق الرائد، للامانه فريق قاعد يقدم نفسه هذا الموسم بشكل مميز جدا. يعني الاستاذ فهد المطور الله يمسيه بالخير قاعد يقدم عمل اداري جميل، يعني كان واقعي جدا هو تعامل مع فريقه، جهاز فني، الكابتن عمار صويح يعني خلاص صاحب خبره في الدوري السعودي، وكان يوظف لعيبته بالشكل الصحيح. وقدر الرائد بعد ما كان، على فكره الرائد كان يعني قبل اكثر من موسم كان ما يقدم شيء، كان مستوى سيء جدا. اليوم الرائد فارض نفسه بقوه، انا اعتقد الفرق السعوديه الان كل ما لها تنضج في الدوري المحلي قد الموسم القادم قد نشهد مثل ما شاهدنا هذا الموسم وجود الفتح كمتصدر، الموسم القادم قد نشهد متصدر اخر. الشعله كصفحه جديده في الدوري يقدم ايضا مستوى. انا والله معجب كثيرا فريق الشعله، يعني استفاد، المفترض انه يكون الوحده هو الاكثر حضور في الدوري، يكون صاحب تجربه وصاحب خبره. اليوم الشعله يقدم نفسه بشكل جميل جدا، وهني اداره نادي الشعله على هذا الاداء. ابو حنين، الجماعه اللي عندك في جده عادوا من الاسيويه وكسبوا 3 نقاط في الدوري. خلص من جماعه القصيم وجيت من جده. شوف الاتحاد والاهلي، انا اعتقد يعني الاهلي فيه استقرار كبير جدا واضح، يمكن جاته نوع من الهزه في عمليه فقد صنع اللعب اللي بعد رحيل كوماتشو، لكن الفريق عنده عناصر كثيره جيده وقادره ان هي تخلق فريق منافس بشكل كبير جدا. لكن الاهلي موازنه او تنافسه في البطوله الاسيويه وحرصه وامكانيته انه هو يوصل ويحقق نهائي من الممكن ان هي تشغله نوعا ما عن البطوله المحليه، لكن المدرب بيحاول يعمل عمليه تدوير في بعض المراكز وبعض الاسماء الموجوده في الفريق عشان يقدر يستفيد او يقدر يوصل لمنافسه على طول الموسم بشكل كبير جدا. الاتحاد عنده امكانيات اكبر من الشيء اللي بيقدمه الان. المدرب انا اعتقد توفق فيه نادي الاتحاد من خلال 21 في مباراه قاد فيها الاتحاد بدون خساره حتى الان، لكن لا ننسى انه كان في نوع من الهزه الاداريه حصلت العام الماضي وما زالت ترسباتها موجوده مع الفريق، ومن ضمنها عمليه التعاقدات اللي صارت فيها نوع من التاخيرات، هذه كلها اثرت. يعني حتى عمليه المعسكر كان في نوع من التاخير، الاعداد ما كان بالشكل المثالي للفريق، لكن المدرب عرف يتعامل مع العناصر بشكل جيد وعرف انه هو يرجع بالاتحاد بالشكل اللي يناسب في الوقت المناسب. انا اعتقد انه اخر شوط شفناه لنادي الاتحاد قبل مباراه الوحده في البطوله الاسيويه انا اعتقد من افضل الاشواط اللي شفتها للاتحاد من فتره طويله جدا. فواضح انه الامكانيات عند الفريقين تساعدهم ان هم يكونوا منافسين لاخر رمق في الدوري. خلينا